السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام، إن شاء الله أتمنى تكونوا بخير وجمعة مباركة على الجميع. إخواني، في هذا المقطع المهم سوف نتكلم عن الحكم القضائي الذي منح الفتاة ذات 19 سنة والممرضة بمدينة وجدة رئيسة لبلدية مدينة الجوهر الزرقاء السعيدية. في بداية المقطع إخواني، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل جديد. انتخبت اليوم الجمعة التلميذة إيمان مداح البالغة من العمر 19 سنة رئيسة لبلدية مدينة السعيدية شرق المملكة المغربية، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي من قبل استئنافية الرباط. وكانت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة قد قضت ابتدائيا في قضية الطعن الاستعجالية التي تقدم بها كل من فريق حزب التقدم والاشتراكية وفريق حزب الأحرار بخصوص أهلية المرشحة إيمان مداح عن حزب الاستقلال لمنصب رئيسة جماعة السعيدية بتجريدها من العضوية لعدم أهليتها للترشح استنادا للفصل 41 من مدونة الانتخابات، والذي حدد سن الترشيح للانتخابات في 21 سنة كاملة. إيمان مداح البالغة من العمر 19 ربيعا تتابع دراستها في معهد التمريض بعاصمة الشرق مدينة وجدة، وتقدمت بترشيحها في الدائرة 10 باسم حزب الاستقلال. إذا رسميا التلميذة إيمان مداح رئيسة لبلدية مدينة السعيدية، نتمنى لها التوفيق. وجوه شابة أعطيت لها الفرصة، إن شاء الله 5 سنوات القادمة إن شاء الله تكون قد المسؤولية، والله يوفقها وإن شاء الله تحارب المتطاولين على الملك العام بهذه المدينة السياحية، وخاصة أصحاب الباركينج الذين يبتزون جيوب الزوار والسياح بدون وجه حق. بالتوفيق أختي إيمان، وبالتوفيق للشباب المغاربة إن شاء الله جميعا. Thank you.
مصطفى الزبيدي والنائبه